Bienvenue, chers amis, dans notre programme Les langues du monde. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجنا لغات العالم. Bienvenue, chère Marwa. Bienvenue, chère Rania. أهلا بيكي يا رانيا. أهلا بك يا مروة. أهلا بيك. النهاردة هناخد le féminin des noms, تأنيث الأسماء. وهنعمل تمرين عليه أو إكزرسيس صغير. وهناخد كمان comment dire, كيف نقول في المواقف التالية. هنبدأ بقى مع بعض بالle féminin des noms يعني تأنيث الأسماء. احنا كنا أخدنا تأنيث الصفات وفي حاجات متشابهة ما بين تأنيث الصفات وتأنيث الأسماء، وهنحاول نعمل مقارنة بسيطة كده وإحنا بنتكلم. فهنشوف أول كلمة معايا أنا مي يعني صديق، لما أجي أأنسه أخليه صديقة بزود له أ وبأنس الأختيكل اللي هو إيه الأداة اللي قبليه اللي هي أداة النكرة، أن المؤنس بتاعها أن، وعندي أمي بزود له أ فبيبقى ده صديقة. فعندي برضو نفس الحكاية في الصفات، لما يجي مثلا زي صفة بوتي يعني صغير عايزة أأنسه فبقول بوتيت صغيرة فبزود لها الأ، أوكي، فبقت مؤنث. فهي عشان كده هنعمل المقارنة صغيرة خالص وإحنا بنتكلم. طيب أن إليف هتبقى في الفيمينان أو في المؤنث أون إليف، برضو الارتيكل ان بقت اون واليف ما بتتغيرش، تلميذ تلميذه، اليف زي ما هي ما بنغيرهاش. كل اللي عملناه ان احنا الارتيكل من الماسكولين من المذكر ان حولناه بقى اون فيمينا، ان اليف اون اليف. طيب عندي بس تعليق صغير اني هنا ان اليف اخرها او اليف، فهي هي في التأنيث إليف، بس هي برضو مش قاعدة، مش رجل يعني، مش قاعدة عامة. فمثلا عندنا كلمات تانية بتبقى آخرها أ في النو في الأسماء وشكلها بيتغير خالص برغم إنها آخرها أ، أوكي. فمثلا عندي كلمة مثلا متخ يعني مدرس أو رب البيت، متر بتكتب كده، عندي الإي عليها سيخ كونفليكس، بعمل نوع يعني بطول شوية في النطق متخ، لما اجي اقنس متخ فبتبقى متخس يعني زودت اتنين اس او يعني اهي متخ متخس يعني هي مش قاعدة، فيعني مش عشان هي اخرها او يبقى خلاص يبقى اي حاجه اخرها او تفضل زي ما هي او في التانيث، لا. فعندي برضو كلمه متخ فبقول متخسه يعني متخس اللي هي المدرسه او برضو صاحبه بيت او ربه بيت وليها معاني تانية بس احنا مش هنقولها. عندي بعد كده اني كوليه يعني برضو تلميذ، برضو هي مرادف لكلمه الافا، اني كوليه تلميذ، لما اجي اعملها في التأنيث اعمل ايه؟ عندي اهو اداة النكرة ان بتتحول بتبقى ان، وكمان بزودت اكسون غراف على الاو اهي، ففتحت بقي في النطق الاول اي كو ليه، اي كو ليه يعني تلميذ، ونطقتها اي، لما اجي اقنسها بقول اي كولياغ، اي كولياغ، فتحت بقي اهو في النطق وحطيت اكسون غاف اللي احنا اخدناها قبل كده وزودت كمان او خلاص. وبرضو احنا عايزين كنا نفتكر الصفة اللي هي برضو كان اخرها او اغ زي ايكوليه. عندي مثلا صفة ليجي، ليجي يعني خفيف، دي صفة مش اسم، ليجي حولتها بقت ليجير، فعايزه اكتبها لهم برضو عشان افكرهم بالهجاء بتاعها الاورتوغراف. ليجي دي صفه بمعنى خفيف وكمان بنطقها اي، ليجي، لما جيت انستها بقت لي اهو، هفتح اهو في الاو لي اكسون غراف اهي ليجير، وزودت كمان او يبقى عندي اكسون زودتها الاكسون غاب وكمان حطيت لها او. او انا عندي بالظبط الاسم العام بيبقى في حاجات متشابهه بينه وبين الصفات في التانيث،
اوكي فعندي اني كوليي تلميذ اون ايكوليير. على نفس المثال اللي كانت بروفيسور مروة بتتكلم عليه، ان انفيرميي تتحول تبقى اون انفيرميير، اون انفيرميير. في عندنا كمان حاجة مختلفة، ان فاندور، ان فاندور لما نحولها هتبقى اون فاندوز، اون فاندوز. ال اور حولناها ل او اس او، بننطقها طبعا اوز لان الاس انتر دو فوايل او بين حرفين متحركين بتتنطق زد، كنا اخدنا برضو الكلام ده قبل كده. يبقى ان فاندور هتبقى اون فاندوز. ان اشتور، ان اشتور يعني شاري، الانسان اللي بيشتري. اما فاندور الانسان اللي بيبيع. ان اشتور اون اشتوز، يعني انا دلوقتي بقت شبه عندي قاعده، بس هي برضو مش قاعده. لان في شواذ لكل قاعده. اوكي وهن برضو هنذكر حاجات كده بس شويه شويه. عندي ان اشتور بقت اون اشتوز، عندي الار هنا اتحولت لاوز، وزي ما رانيا ما قالت الاس اللي هي ما انتر اتنين بين حرفين متحركين نطقناها زد. عندنا كمان على نفس المثال، ان شانتور اون شانتوز، مغني مغنيه، ان شانتور اون شانتوز. وليه احنا ذكرنا جبنا تور شانتور وجبنا فوندور؟ يعني جبنا دي دي او او ار، اوكي فتحولت فوندور بقت فوندوز، وعندي شانتور بقت شانتوز. عايزين بقى في كلمة تانية برضو، امباسادور يعني سفير، هم اخدوا الكلمة دي. اوكي هتيجي تيجي تتأنس هتبقى حاجة تانية خالص. هاي امباسادور كلمة طويلة جدا، امباسادور دور لما اجي اقنسها ده بمعنى سفير، لما اجي اقنسها تبقى ام با سا دريس، حاجه تانية خالص. ما قلتش ام با سا دوز، قلت ام با سا دريس. فدي بقى التغيير اللي هنقول عليها القواعد الشاذه. ليه ما نعرفش. هي قواعد شاذه وخلاص. يعني امباسادور المفروض اقول عشان اخرها اغ اقول امباسادوز، لا فيش حاجه في الفرنسي اسمها امباسادوز، مش موجوده. فاسم نقول عليها امباسادريس اللي هي سفيره. ان ديريكتور ده على نفس المثل اللي انت بتقوليه يا مروه، ان ديريكتور برضو مش هقول ان ديريكتريز، هنا هقول اون ديريكتريس. ان ديريكتور اون ديريكتريس، برضو هنا ال او ار حولناها اس اي سي او ار تريس. ديريكتور يعني مدير، مدير ديريكتور مدير، و اون ديريكتريس مديرة. اوكي و ار اتحولت لتريس. اوكي زي امباسادور دريس. اوكي طيب نشوف الكلمة اللي بعد كده، عندي ان اكتور
يعني ممثل. لما اجي أأنس الكلمة بقول une actrice. une actrice يعني الأغ اتحولت برضو تريس زي ديريكتور ديريكتريس. فيعني أسلم حل ليهم انهم يحفظوا الكلام، ما عندناش حل تاني لان كل قاعده ليها شواذ، ليها اكسبسيون شواذ، ليها حاجات قاعده شاذه، فيحفظوها بقى. ديريكتور ديريكتريس، امباسادور امباسادريس، اكتور اكتريس. عندنا حاجه تاني برضو في الفيمينان دي نو، عندنا ان فارماسيان صيدلي، ان فارماسيان هتبقى اون فارماسيان. هنا كل اللي عملناه الإيان بقت إيان، زودنا ان او في الاخر. ان فارماسيان صيدلي هتبقى اون فارماسيان صيدلانية. مظبوط كده. فعندي برضو عندي تعليق بس في الفارماسيان، عندي البي اش، انا دايما قلت لهم ان البي اش بتتنطق اف، احنا بس بنعمل تكرار. ان فارماسيان يعني البي اش هنا بنطقها اف. اوكي. وطبعا فارماسيان وفارماسيان بتفكرني بالصفه اللي هي بتاعه ايجيبسيان، يعني هنا برضو في تشابه ما بين تانيث الاسماء وتانيث الصفات. يعني عندي مثلا كلمه ايجيبسيان يعني مصري، التانيث بتاعها ايجيبسيان يعني هي اخرها ايان، ايان تحولت برضو نفس الطريقه. وبرضو في قواعد للشاذة للنو. عندي مثلا كلمة ايه هكتبها دلوقتي، عندي مثلا كلمة اسمها باترون، باترون ده المالك، مالك مالك، او مالك نقول بنقوله مدير، مدير لو باترون يعني لو باترون. طبعا هكتب لو اهي لو باترون. لما اجي اقنسها بقول لو بتتحول لا، بقول باترون. عملت ايه هنا؟ زودنا الان والاو. مظبوط كده. يعني لو باترون الريس، بيقولوها كده يعني ريس في العمل، والريسه بتبقى لا باترون. طيب برضو بتفكرنا بالصفه اللي احنا اخدناها، بون يعني جيد، بن يعني برضو اللي حصل. انا هكتبها لهم برضو افكرهم بيها. طبعا انا احنا بناخد تأنيث الاسماء بس احنا بنعمل لهم بنقول لهم بنراجع على الحاجات اللي خدناها قبل كده في حلقات بالظبط كده، وبقول لهم ان في تشابه ما بين تأنيث الاسماء وتأنيث الصفات الاثنين. اوكي. فمثلا هقول لهم كلمه بون ما اخدوها بتتحول في التأنيث بتبقى بون، اهو زودت ان و او زيها زي باترون و باترون. اوكي. في بقى حاجه بقى اسمها عشان برضو دي مش قاعده، اوكي ده مشكله في الاسماء. عندي مثلا لقب اسمه لو بارون، لو بارون احنا عندنا قصر البارون هنا في مصر اللي هو البارون، لو بارون يعني البارون ده لقب ملكي من الأسرة المالكة، بيتقالش غير للناس الأسرة الأرستقراطية زمان في الأسر الفرنسية. فلو بارون بقت، ما بقولش بقى لا بارون، ما أنا ممكن أزود أن وتبقى بارون، لا لا بارونس، لا بارونس حاجة تانية خالص. وما عملتش كمان الدوبل، ما عملتش دوبل كونسون، ما يعني ما حطيتش ما كررتش الكونسون، هي كونسون واحده با غو نس. اوكي. فبقت البارون والبارونه. فبرضه هي مش قاعده عامه في الاسماء، يعني عشان اخرها او ان يبقى هتبقى ايه زي باترون باترون. طبعا انا بنقلهم الاسهل دلوقتي بس لازم اعرفهم ان في حاجات شاذه عشان ما يتخضوش لما يشوفوها. اوكي. وعندي برضه في تشابه ما بين في الادجكتيف، عندي مثلا كلمه سيريو يعني جاد، ولما اجي اقنسها بتبقى سيريوز. فتعليقك ايه بقى؟ يعني الاكس هنا
اتحولت الاس او. بالظبط كده، اتحولت لاس او طبعا. وفي اكس تاني بتبقى موجوده في صفه اسمها دو، هم اخدوها، فماجي انسها الاكس اتحولت ل لي سي او دوس دوس، سي او. اللي هو لطيف ولطيفه. اوكي، وفي مثلا سيريو ودوس، وفي كمان فو، فو يعني خطأ. اوكي، فو دي اخرها اكس برضو، اكس الاكس دي اتحولت بقت دوزاس او، بقت فص. فانا عايزه اكتبها لهم برضو الثلاثه مع بعض عشان افكرهم بالقاعده دي، ان الاكس بتتحول لاس او، والاكس بتتحول لسي او، والاكس بتتحول لاس اس او. ده في الصفات. في الاسماء بقى هناخد اسم معين كده اخره اكس، هنشوف هيتحول لايه دلوقتي. مروة، احنا يعني نقدر نثبتها قاعدة ان الاكس في الصفات بتتحول للثلاث حاجات دول بس، اس او سي او اس اس او، ولا ممكن نشوفها بعد كده باشكال مختلفة؟ احنا تقريبا قلنا كل الاشكال المختلفة، بس احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نقول لكم ان مفيش قاعدة ثابتة، يعني لازم ما عندناش حل تاني غير ان احنا نحفظ، يعني نعتمد على الذاكرة بتاعتنا، لان مفيش قاعده ثابته في الفرنساوي، وخصوصا في التانيث صفات. بس انا قلت لكم القاعده العامه، لكن دي اغلب حاجات اللي احنا قابلناها، اللي هي الاكس بتتحول في الادجكتيف، انا بتكلم على الصفات، تتحول لاس او، او بتتحول لسي او، او بتتحول لاس اس او. اوكي، تعالي بقى على الاسم. عندي مثلا كلمه ليبو يعني الزوج. اوكي، ليبو، واحنا لاحظنا ان دايما الاكس في اخر الكلام لا تنطق. اوكي، وانا اديتهم كمان الديفيرونت برونسياسيون بتاعت الاكس، فكده او كده برضو لما نيجي ننطق اكس في اي حاجه، مثلا اكزرسيس اكزاما، لازم نوضح ايه احنا نطقنا ازاي كل مره ليهم. فعندي مثلا كلمه لي بو اخرها اكس اهي، ده يعني بمعنى الزوج. اوكي، طيب، وعندي هنا ال ابوستروف، انا حطيتها ليه هنا ال ابوستروف؟ عشان خاطر ما ينفعش احط اتنين فويال قدام بعض، يعني ما ينفعش احط اتنين حروف متحركه قدام بعض، فبالتالي يعني ما ينفعش اقول لو اي بو، ده مش موجود في الفرنساوي، فلازم بشطب الاو دي وبحط قبالها الايه الابوستروف دي. الابوستروف دي اللي هي زي الواو دي كده، معناها في حرف هنا اتحذف، حرف هنا اتحذف عشان بدايه الكلمه عندي حرف متحرك، فلي بو اتحولت في التانيث هسميها لي بوز. سمعت يا رانيا؟ اهو لي بوز اهي، يعني هي متشابهه برضو في القاعده بتاعه الصفات، لي بو لي بوز. وطبعا احنا مش هنكتر كتير قوي في الفيمينا دي نو، بس احنا بس بنعرفهم عشان يبقوا عارفين. يعني مثلا زي كلمه المهنه، يعني خدي بالك احنا اخذنا مهن فاتت، قلنا فارماسيان وفارماسيان، قلنا فوندور وفوندوز، دي مهن. في برضو مهنه زي المحامي افوكا، هي شكلها زي ايه؟ عارفه لما بيبقى اخر الكلمه بيبقى تي زي افوكا كده، بس لويني دي مش قاعده، خدي بالك كمان. افوكا اهو بأنسها، مثلا ان افوكا يبقى اون افوكات، زودت الاو، يعني معناها ان انا لما بلاقي تي او دي في الصفات، بقى انا بتكلم دلوقتي على الصفه زي بوتي وجران، بزود لهم او فبتبقى بتيت وغروند. ف
فبالتالي عندي نفس الطريقة هنا في في النو في الأسماء في التأنيس، بقول أفوكا عايزة أنسها فبقول أفوكات يعني محامي محامية. أوكي طبعا دي مش قاعدة، دي مثلا آخرها تي. في أسماء لما تيجي بتتأنس بنعمل لها دوبل تي، يعني بنعمل بنحط تي كمان، يعني بنخليها اتنين تي بدل تي واحدة. يعني مثلا أنا دلوقتي بتكلم على المهن، المهن مش هتتغير، يعني مهنة آخرها تي يبقى ازود لها ايه. لكن لما بقى الاسم العام اللي هو عموما زي كلمه مثلا شا ان شا، شا يعني قط، تانيسها شات اهو زودت اهو 2 تي او. فدلوقتي ده اسم حيوان يعني اسم عام. طبعا المهن انا بعممها ان اي مهنه اخرها تي بزود لها ايه عشان تبقى مؤنث. طيب وعندي مهن برضو ما بتتغيرش خالص زي كلمة ميدسان، ميدسان ميدسان اهو ميدسان مي دو سان، بس انا لما اجي بنطق فبقول ميدسان على بعضه. اوكي بقول ام ميدسان اون ميدسان، هي هي اللي انا غيرته هو الاختيكل زي بالظبط ما رانيا عملت إليف أني إليف وإون إليف، هنا برضو ميدسان ميدسان زي ما هي. أوكي احنا مش عايزين نكتر عليهم يا مروة لأن الفيمينات طبعا في الفرنسي مليان مليان شواذ، ما نقدرش نثبت قاعدة سواء في المهن أو في النو أو في الأدجكتيف في الصفة، فبالتالي كده كفاية عليهم. بس في حاجة صغيرة برضو عايزة أقولها لهم، زي مثلا كلمة فخاغ ما دي اسم مذكر أأنسه مش هحط له إيه، ما هو في أخره إيه، بغير الكلمة أخت سار هم أخدوها قبل كده زي أمبير أمير، يعني التأنيث بتاعها حاجة تانية خالص. زي مثلا رجل وامرأة أنم أن فم. أوكي يعني رجل وامرأة. طب يا مروة احنا نخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع نعمل إكزرسيس. رجعنا لكم مع اكزرسيس على الفيمينان دي نو. اتفضلي يا مروه. هو الاكزرسيس عباره عن ايه؟ الكلمه الماسكولان تحوليها فيمينان والكلمه الفيمينان تحوليها ماسكولان، هو ده الاكزرسيس بتاعنا. اوكي فهنشوف اول كلمه. عندي لو نوفو ديريكتور، طبعا انا هنا عندي صفه وعندي اسم. لو نوفو ديريكتور يعني المدير الجديد. طيب ده مذكر طبعا، واحنا خدنا طبعا المذكر بتاع نوفو يعني جديد، فعرفنا اني نوفو بكتبها قدام الاسم اللي بدايته كونسون اللي بدايته حرف ساكن اللي هو زي ديريكتور، وبكتب نوفال اللي هو اخره ال لما يكون بدايه الاسم المذكر حرف متحرك، وطبعا التأنيس بتاعها اللي احنا هنشوفه دلوقتي قدامنا لا نوفال ديريكتريس، لا نوفال ديريكتريس يعني لو لا تحولت نوفو نوفال ديريكتور ديريكتريس. لا بون ايكوليير، لا بون ايكوليير. احنا عندنا هنا في الفيمينان وهحولها للمذكر للماسكولان، لا دي الارتيكل بتاعي اداه التعريف لا فيمينان، بون ده الادجكتيف او الصفه بتاعتي، ايكوليير تلميذه يبقى التلميذه الجيده. لما احولها للماسكولان الا هحولها للو هتبقى لو،
البون الادجكتيف هنشيل الان او اللي احنا زودناها هتبقى بون بي او ان بون. ايكوليير هتبقى ايكوليير يبقى لو بون ايكوليير يبقى لا بون ايكوليير بقت لو بون ايكوليير. لا جونتيه في لا جونتيه في دي عندي مؤنث زي ما انا شايفه، عندي لا زي ما قلنا اداه التعريف لا المؤنثه، وجونتي اللي هي لطيفه او مهذبه، وفي يعني البنت اوكي او الابنه، الفي ليها ترجمتين بمعنى البنت او الابنه. طيب انا لما اجي عايزه احولها للماسكولان هعمل ايه؟ الماسكولان اللي هو المذكر هقول لا هتتحول للو، والجونتي احنا عارفين انها صفه بمعنى لطيف او مهذب، بدل ما هي اتنين ال هتبقى ال واحده، وفي هتبقى مثلا جارسون يبقى لو جونتي جارسون. لو جونتي جارسون يعني الولد اللطيف او المهذب، وطبعا حطيت السي سي دي دي عشان انطقها اس جارسون، لان السي سي دي دي اللي على شكل خمسه دي لو ما كانتش موجوده كان هيتنطق جاركون مش جارسون. اوكي ان فرير سبورتيف ان فرير سبورتيف دي عندنا في الماسكولين في المذكر هنحولها للمؤنث هتبقى une sœur sportive une sœur sportive. طبعا فرير بقت سور سبورتيف شلنا الاف وحطينا في او سبورتيف. عندي بقى الكلمه اللي هي لو بال انفون، لو بال انفون يعني الطفل الجميل اوكي. طيب لو بال انفون ده كلمه مجموعه اسميه يعني مذكره، ليه عرفتها؟ من خلال الأداة اللي موجودة اللي هي لو، وبل ده الأدجكتيف اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى في الماسكولان، لأن هو ليه بو مذكر، البو دي بحطها قدام الاسم اللي بدايته حرف ساكن، وبل اللي هي اللي قدامي دي بحطها قدام الاسم المذكر اللي بدايته حرف متحرك اللي هو زي انفان. طيب وعندي هنا لما اجي أأنسها هتبقى لا بال انفان، طبعا هنا انفان زي ما هي ما اتغيرتش، ما زودتش او برغم ان اخرها تي خلاص، فانفان بمعنى طفل، عشان كده قلت لك يا رانيا ما فيش قاعده ثابته في الفرنساوي، فانفان هو طفل المؤنث بتاعها طفله، انفان انفان لو بال انفان الطفل الجميل، لا بال انفان اهو زي ما احنا شفناها عرفنا ان انفان دي مؤنثه من خلال الارتيكل من خلال الاداه المستخدمه والصفه ان دي بيتكلم عن الطفله الجميله. مروة بكده يكون وقت حلقتنا خلص، ميرسي يا مروة. ميرسي يا رانيا. ميرسي اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على الخوشين.